إذن ننتقل إلى الزميل كريم يسري، ولكن من أمام مقر الأمم المتحدة. كريم، أهلا بك معنا مرة أخرى. ماذا لديك من تفاصيل ومن معلومات حول التحضيرات النهائية لجلسة مجلس الأمن؟ أكيد إيمان، تلك الجلسة التي ستعقد داخل مجلس الأمن بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، كانت تلك الجلسة يعني تم إقرار تلك الجلسة بناء على طلب دولتي المصاب مصر والسودان، اعتراضا على قرار إثيوبيا بالبدء بالملء الثاني لخزان سد النهضة. نتحدث عن أن من أهم الموضوعات التي خرجت عن مدار الأيام الماضية هو مشروع قانون أو مشروع قرار تقدمت به دولة تونس العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، والذي يضم 15 دولة، 5 منهم دائمين لهم حق الفيتو و10 دول غير دائمين. تقدمت تونس بهذا المشروع القرار لحث إثيوبيا عن التوقف عن عملية ملء خزان سد النهضة وإجراء محاورات مع دولتي المصب مصر والسودان بحد أقصى 6 أشهر، يتم إقرار يعني مبادئ يتم الإفضاء عليها من كافة الأطراف المعنية بالنسبة لمصر والسودان وإثيوبيا. نتحدث أيضا عن أن نشاط ملحوظ بالنسبة للسيد سامح شكري وزير الخارجية المصري على مدار الأيام الماضية بلقائه بعدد من المندوبين الدائمين بالأمم المتحدة للدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، أبرزهم بالتأكيد إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة، لعرض وجهة نظر مصر بالنسبة لأزمة سد النهضة. بالنسبة أيضا لأصداء اللقاءات الخاصة بالسيد سامح شكري، كان هناك بيان خرج، بيان مشترك خرج عنه وعن وزيرة الخارجية السودانية السيدة مريم صادق المهدي. هذا البيان الذي يعني في متنه نرى أن هناك إصرار واتحاد مشترك بين مصر والسودان في حد إثيوبيا على عدم اتخاذ خطوات أحادية والبدء في الملء الثاني لسد النهضة، لأن ذلك يؤثر سلبا على دولتي المصب. بالنسبة لردود الفعل الدولية، السيد نيد برايس وهو المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي تحدث للصحافة الأمريكية وأعلن بأنه هناك قد تكون هناك أزمة أو قد يكون هناك بالتأكيد يعني أزمة في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقي. نعم بالتأكيد كريم، استمرت إثيوبيا في يعني ملء الثاني لسد النهضة والخطوات الأحادية. بالتأكيد كريم، سنتابع المزيد من التفاصيل طبعا خلال تغطياتنا الإخبارية. كريم يسري من أمام مقر الأمم المتحدة، أشكرك جزيل الشكر.